أبنائي وبناتي، طلب الدبلوم المحاسبة المالية الفرقة الأولى كلية التجارة جامعة عين شمس. يأسرني أن أتواصل معكم من خلال هذه المحاضرات المصورة لاستكمال ما بدأناه في المدرج. الضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام القانون رقم 167 لسنة 2016 وتعديلات. إعدادي الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح، محمد مارس 2020. المحاضرة الأولى: فرض الضريبة على القيمة المضافة. تفرض الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات، بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، والتي يطلق عليها سلع وخدمات الجدول، سواء كانت محلية أو مستوردة. كذلك تفرض الضريبة في كافة مراحل التداول ما بين المنتج الأول والمستهلك الأخير، إلا ما استثني بنص خاص. ويلاحظ أن سعر الضريبة في بداية فرض القانون كانت 13% عن العام 2016-2017، ثم ارتفع إلى 14% بدءا من العام 2017-2018، على أن يخصص نسبة 1% من الضريبة على الإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناء مما تقدم نجد أن سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب. كذلك يكون سعر الضريبة 0% على السلع والخدمات التي يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ويلاحظ أن إخضاع بعض السلع والخدمات المصدرة لسعر 0% لا يعني أنها معفاة من الضريبة، إنما يعني أنه يمكن تعديل سعر الضريبة في أي وقت، لكن نظرا لأنه في الفترة الراهنة يتم تشجيع التصدير، فتفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المصدرة بسعر 0%. تحصيل الضريبة: يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون. ويلاحظ أن تقديم الإقرار يكون بعد فترة 60 يوما من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، والفترة الضريبية هي الشهر الميلادي، فيما عدا الإقرار الخاص بشهر أبريل، فإن المهلة المحددة لتقديم الإقرار 45 يوما بدلا من 60 يوما، حيث تنتهي السنة المالية للحكومة في 30/6. استحقاق الضريبة على القيمة المضافة: تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقا لأحكام هذا القانون، وأيا كانت وسيلة بيعها وأدائها أو تداولها، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. ويلاحظ أن الواقعة المنشئة للضريبة تتمثل في أحد التواريخ الآتية أيها أسبق: 1- إصدار الفاتورة الضريبية للمشتري. 2- تسليم السلعة أو أداء الخدمة. 3- تحصيل ثمن الخدمة أو السلعة كله أو جزء منه. كذلك تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها، بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص في مرحلة الإفراج الجمركي عنها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها، وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة من الخارج بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في مصر، أيا كانت الوسيلة التي تؤدى بها هذه الخدمة المستوردة. كذلك لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك. كذلك يعتبر في حكم البيع، بما يعني تحقق واقعة استحقاق الضريبة، قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص
أو التصرف فيها بأي صور من صور التصرفات القانون. حالة فرض الضريبة بسعر صفر: تخضع للضريبة بسعر صفر السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر صفر السلع والخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب. المعاملة الضريبية في المناطق والمدن والأسواق الحرة: تستحق الضريبة على القيمة المضافة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن، ويعتبر الاستيراد لغرض الإتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي. كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد. وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك المحلي أو للاستخدام في داخل البلاد. التوقف عن ممارسة النشاط أو تصفيته: في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلع أو خدمة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو تصفية النشاط، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها إلا إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه طبقاً لأحكام القانون. ويفهم من ذلك أنه إذا تم التصرف في السلع والخدمات الموجودة في تاريخ التوقف إلى شخص غير مسجل لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة، فإن الضريبة على القيمة المضافة تستحق فوراً على قيمة بيع هذه السلع والخدمات. القيمة الخاضعة للضريبة: تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة، هي القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأي صورة من صور أداء الثمن وفقاً لمجريات الأمور. تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها المبالغ الآتية: ألف، المبالغ التي يتم تحصيلها من المشتري أو متلقي الخدمة تحت أي مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات. ب، جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة والتغليف والتسييف والنقل والتأمين المفروضة من قبل البائع على المشتري أو المستورد. 3، في حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين تربطهم علاقة قرابة مثلا، يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر الذي يتم التعامل به بين شخصين غير مرتبطين، أي السعر المحايد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل. 4، في حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضريبة هي سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل. فرض الضريبة على القيمة المضافة: تفرض الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون والتي يطلق عليها سلع وخدمات الجدول سواء كانت محلية أو مستوردة. كذلك تفرض الضريبة في كافة مراحل التداول ما بين المنتج الأول والمستهلك الأخير إلا ما استثني بنص قانون. ويلاحظ أن سعر الضريبة في بداية فرض القانون كانت 13% عن العام 2016-2017 ثم ارتفع إلى 14.7. تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإخراج الجمركي عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها في السوق المحلي عن القيمة المتخذة أساسا لرفض الضريبة عند الإخراج الجمركي ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التي تعد تجارية. 8، يكون وعاء الضريبة
للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملا قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة. تحصيل الضريبة: يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون. ويلاحظ أن تقديم الإقرار يكون بعد فترة 60 يوما من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، والفترة الضريبية هي الشهر الميلادي، فيما عدا الإقرار الخاص بشهر أبريل فإن المهلة المحددة لتقديم الإقرار 45 يوما بدلا من 60 يوما حيث تنتهي السنة. الضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام القانون رقم 167 لسنة 2016 وتعديلاته. إعدادي الأستاذ الدكتور محمد فتاح محمد مارس 2020. ثانيا، بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة: ألف السلع المستوردة القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وكذلك ضريبة الجذب. ب الخدمات المستوردة القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأي صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور مضافا إليها ضريبة الجدول. 11. تكون القيمة التي تتخذ أساسا لربط الضريبة على السلع الجديدة التي يشتريها المكلف ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها محليا لمدة لا تقل عن 2 سنين بواقع 30% من القيمة البيعية مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون عند البيع. 12. للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع والخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسا لربط الضريبة. الفواتير والإقرارات والإختارات والدفاتر والسجل: يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها. وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول بالنسبة للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع كما هو الحال في منشآت البيع بالتجزئة. كما يجوز للوزير أو من يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أي فواتير عن سلعة أو خدمة ضريبية وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة. يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدويا أو إلكترونيا يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة 5 سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر. وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها يدويا أو إلكترونيا والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها. على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يقدم إقرار شهر أبريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول عنه في موعد غايته 15 من شهر يونيو، وذلك لأن السنة المالية للحكومة تنتهي في 30 يونيو وهذا يمثل الاستثناء الوحيد. كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة خلال الفترة الضريبية. وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استند إليها في
التقدير، وذلك دون إخلال بالمساءلة الجنائية. على المصلحة تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب الإقرار عنها تختلف عما ورد بهذا الإقرار عن أي فترة ضريبية، وذلك خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية. وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار بعد مضي السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، لا يجوز لها حساب الضريبة الإضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاثة المشار إليها وحتى تاريخ إخطار المسجل بهذا التعديل. وتخبر المصلحة المسجل بالتعديل والأسس التي استندت عليها في على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لا حجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني أو بأي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني. التسجيل: على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال 12 شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500,000 جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب التسجيل، حيث يتم تسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعات حد التسجيل. وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أي سنة مالية أو جزء منها، فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه. وعلى ذلك يمكن أن يكون المكلف بالضريبة إما مكلفا إجباريا وهو من وصلت مبيعاته من السلع والخدمات سواء الخاضع أو غير الخاضع للضريبة حد التسجيل المشار إليه، بالإضافة إلى المكلف الاختياري الذي يتقدم لتسجيل اسمه لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة بالرغم أن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة لم تصل إلى حد التسجيل المشار إليه، وذلك للاستفادة بميزة الخصم الضريبي. وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الإتجار أو مصدرا أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملته، ويتعين على المصلحة اختيار المكلف بالتسجيل خلال 14 يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل، وتسري عليه أحكام هذا القانون من تاريخ التسجيل. وفي حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون، وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع والخدمات حد التسجيل، ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه. يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر أن يعين ممثلا أو وكيلا عنه في مصر يكون مسؤولا على القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية وغيرها من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون. كما يجب على الشخص المقيم أن يتأكد من أن الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له أو وكيل عنه في مصر، وفي حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المصلحة دون إخلال بحقه في الرجوع على الشخص غير المقيم.